هاي الإذاعة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ الذي حققت العام إنجازات عديدة وسجل حافل في سن اللقاية لتواصل في هذا الموسم هذه المسيرة بالعطاء الجميل والرائع عبر شاشة دبي ريسنج في هذا المساء الجميل ومصورين الذين يستحقون كلمة شكر وتقدير على هذه المتابعة وهذه الانطلاقات الجميلة في تحفة الميادين ميدان المرموم. انطلق الشوط مشاهدين الأعزاء ونحن نسير مع المراكز الأولى لنتابع ماذا يدور من تنافس وتحدي ما بين المراكز الأولى. تتقدم هنا بشاير الخير على المركز الأول وتأتي موال على المركز الثاني وتتقدم هناك الذهيب وموال وبشاير انطلقا إلى المقدمة في هذه التشكيلة الرائعة والجميلة. ما شاء الله نقول دائما والمتابعين معنا قولوا ما شاء الله على هذه التحديات مع شعار هجن العاصفة بقيادة الواثق ثلاثية جميلة ورائعة وانطلاقة رائعة وانفراد بين من البداية عن بقية المشاركات في هذا الشوط. في حفظ الله ورعايته هذه الثلاثية الجميلة والممتازة بينما المركز هناك المركز الرابع نشوف هناك المركز الرابع بشعار هجن الرياس اللي هي عبلة تأتي في المركز الرابع من هجن الرياسة بقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيالي بينما المركز الخامس هذه نجدة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما المركز السادس هناك شعار القرافة القادم مع ريمة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني بقيادة سالم بن عامر المدهوشي بينما المركز الثامن تداول المركز السابع تدخلت أبراج تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير يقودها في التضمير مصيحة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان تأتي في المركز الثامن أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يضمرها والمركز التاسع هذه أيضا كذلك هجن الرياسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد أو حمد بن أحمد بن مايد الخيالي والمركز العاشر وصلت في العبور من هجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعري المري. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحدياته. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بعد إكمال العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الاندفاع. هناك بشاير على مقدمة الشوط بشاير وموال يعزفن موال الناموس يعزفن موال العاصفة وهجنها في هذا الانطلاق في أداء جميل ورائع للقاية بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير مع المركز الأول والثاني انباعدات ما شاء الله بينهن وبين بقية المراكز بينما تأتي هناك الذهيبة في المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير تقدمت هنا العبور أو العنود تقدمت العنود من هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يقدم العنود في هذه اللحظات على رابع المراكز بينما المركز الخامس تقدمت مصيحة لسمو الشيخ سلطان بالزايد آل نهيان يقودها في التضمير أحمد بن خلفان بن الصايغ المزروعي وهناك وصلت في هذه اللحظات أبراج مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير على المركز السادس والمركز السابع وصلت ريمة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر المدهوشي يقودها في التضمير وتحرك وصول من عبلة من هجن الرياسة حمد بن أحمد بن مايد الخيالي يضمرها ووصول في هذه
وصول من العنود بشعار هجن الرياسة مع صالح بالعري المري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في مسار هذا الشوط في تحديات هذا الشوط الجميل والرائع الذي يحمل تحديات ومنافسات ميدان المرموم هنا على هذه في هذه الأمسية الجميلة في هذه الأمسية الرائعة في هذه الانطلاقات الجميلة والرائعة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الثنتين. يا سلام يا سلام، هناك بشاير وهناك موال، موال وبشاير على موال المقدمة وعلى الانطلاقة. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك بشاير بشاير بشاير، هناك تبشر تبشر بعزف الموال، وموال تعزف مواويل المقدمة على المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن ريمة مشاهدين الأعزاء، ريمة، وهناك الشعارات الجميلة والرائعة، ريمة بشعار الغرافة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، سالم بن عامر المدهوشي يضمرها. يلا يا المدهوشي، روح روح مع هذه التحديات. وهناك العنود، العنود من هجن الرياسة، عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يقدم العنود، ولكن نجدة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هكذا مشاهدين الأعزاء المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وفي تحديات هذا الأداء الجميل مع المهجنات الأصايل مع الكيل والمتر الأخير الأخير الأخير. روح يا من تبي تروح هناك، الكيل الأخير، الخمسة كيلو انتهت وانقضت، ولكن تبقى الكيل الأخير الخطير الذي يأتي ببشاير الناموس وبشاير العاصفة وهجنها في هذا المساء الجميل وفي هذه الانطلاقات الرائعة في هذا التكرار لهذا الشعار وتحديات الفوز وناموس. هذه الأمنية، هذه أمنية المعلقين والجماهير، جماهير هذا الشعار أن يكون دائما هذا الموقع مثل ما تعودنا، مثل ما عودنا هذا الشعار وعود محبي العاصفة وهجنها. تهانينا يا سلام على هذا الفوز وعلى هذا الأداء وعلى هذا الانطلاق. تنطلق هناك بشاير 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 من هجن العاصفة، وتتقدم هنا نجدة أيضا من هجن العاصفة. هناك شعار هجن الرياسة من الجانب الآخر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. ولكن شوف الثلاثية، شوف الثلاثية الجميلة، شوف الثلاثية الجميلة. هناك بشاير مشاهدين الأعزاء، وهناك نجدة، نجدة 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 تحركت، تحركت بشاير ونجدة وعبلة، عبلة وبشاير ونجدة بشعار هجن العاصفة وهجن الرياسة الشعار الأحمر كذلك. ولكن خلاص هذه هجن العاصفة، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة على هذا التألق الجميل. وهذه بشاير ونجدة بالمركز الأول والثاني، هو المركز الثالث، وصول من عبلة من هجن الرياسة على المركز الثالث. المركز الرابع لسمو الشيخ سلطان بن زايد الانهيان، خالد بن سلطان بن زايد الانهيان اللي هي مصيحة. والمركز الرابع الخامس عفوا العنود من هجن الرياسة. هكذا كان هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته الجميلة. بنعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، وبنشوفنا هذا الأداء الجميل وهذا الانطلاق في الأمتار الأخيرة. وهذه نجدة حققت توقيت زمني 9:22 ثمانية أجزاء من أو 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز في 9:22 6 أجزاء، بينما وصلت بشاير في المركز الثاني في توقيت زمني 9:22 و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما عبلة وصلت في المركز الثالث من هجن الرياسة حققت توقيت زمني 9:23 أو 22:09 من الثانية. هكذا كان هذا التوقيت الزمني المصحوب مع الثلاث المراكز الأولى. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. الله الرحمن الرحيم، أيها الحول الكريم، مشاهدينا الكرام، سن الإذاعة
سن الامتاع، انطلاقه سليمه لهذا الشوط وهو الشوط الخاص مشاهدينا متابعينا الكرام بتحدياته ايضا واثارته في هذا المساء.